وقد ومع بدء الاجراءات الاسرائيليه حضرت مصر من مخاطر عمليه عسكريه اسرائيليه محتمله بمنطقه رفح الفلسطينيه جنوب قطاع غزة لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون حاليا في تلك المنطقة وفي بيان لوزارة الخارجية طالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية وفي مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لك كارثه انسانيه غير مسبوقه منذ بدء الحرب علي قطاع غزه هذا واكدت مصر انها تواصل الاتصالات علي مدار الساعه مع كافه الاطراف من اجل الحيلوله دون تفاقم للوضع او لخروجه عن السيطره